على الأغلب أنت افطرت اليوم متأخر 8 دقائق عن موعد غروب الشمس الفعلي. وجد العلماء أن ضوء الشمس بيحتاج ليسافر من لحظة انطلاقه من الشمس لحتى وصوله للأرض إلى 8 دقائق و20 ثانية. لما اللحظة اللي غربت فيها الشمس وأنت لاحظت إنها الشمس غربت عن منطقتك، كان غروبها الفعلي عن منطقتك حاصل منذ 8 دقائق و20 ثانية. الآية 75 بسورة الواقعة بتقول: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. ليش بدنا نقسم بمواقع النجوم وهو قسم عظيم لو كان لدينا العلم الكافي إن نفهم معنى هذا القسم؟ ببساطة وجد العلماء إنه النجوم اللي منشوفها بالسماء حاليا قد تكون نجوم ماتت منذ زمن بعيد، ولأنه هاي النجوم بعيدة عنا بلايين السنين فبالتالي بيستغرق الضوء مدة طويلة لحتى يصلنا بغض النظر عن حالة النجم الفعلية. فمثلا بإمكانك أنك تتخيل ضوء النجم مثل المي المندفعة من أنبوب، لما تقطع مصدر المي رح يظل المي مدفقة من الأنبوب للحظات معينة، وهو ناتج عن اندفاع الجسم نتيجة كتلته وتفاعلها مع الجاذبية. شمسنا على سبيل المثال عمرها 4 بلايين سنة وما زالت تعطينا النور ليومنا هذا، بيحتاج النور 8 دقائق لحتى يصل للأرض، فلو انفجرت الشمس اليوم وانت تطلع عليها رح تحتاج 8 دقائق و20 ثانية لحتى تدرك إنها الشمس ما عادت في مكانها الطبيعي. وهذا الإشي بيحدث كمان مع النجوم المشوفها بالسماء، فلذلك بإمكانك بأكثر دقة علمية تقول هذه مواقع النجوم في السماء وليست النجوم نفسها، لأنه لو تتبعنا هاي النجوم ووجدنا وسيلة نصل لهاي النجوم ونروح لمصدرها ممكن نلاقي هاي النجوم ميتة. وهناك أبحاث علمية أجنبية تناولت هذا الموضوع وأحدثها كان حسب نظرتي عام 2020، وبيقول هناك على الأقل 4 أو 5 نجوم ممكن ترشيحها بأنها تكون نجوم ماتت وما زال ضوءها بيصل إلينا لغاية هذه اللحظة، مع أنه هذا النجم مصيره بأنه ضوءه كمان يختفي بعد ما يموت بمئات أو ملايين السنين، ولكن إحنا ما بنلاحظ هذا التغيير لأنه عمرنا مقارنة لعمر النجوم، احنا عمرنا مئات السنين، عمر نجوم بلايين السنين، فحياتك تعتبر رمشة عين في حياة النجم، وبالتالي ما راح تشوف تغييرات في السماء. ولو كان عمر النجم مساوي لأعمارنا لكنا شفنا نجوم تنطفئ وأخرى تظهر كل يوم، ولكن الواقع أعمارنا لا شيء بالنسبة لأعمار النجوم، فبالتالي ما منشوف هاي التغيرات تحدث بشكل يومي أو شهري أو حتى سنوي.